نعطي واحد السيدة حويشات صغار ديال المقلة، غنعطيها الكمية ديال ربع السميدة كيجيو شاش وزوينين. عندنا ربع ديال السميدة رقيقة ومعلقة كبيرة ديال الزبدة تكون بوماد، ومعلقة كبيرة ديال السنيدة، وشوية ديال الملحة، وكاس ديال الحليب. أنا هاد ربع السميدة هزت لي كاس ديال الحليب على حسب السميدة، إلا كانت السميدة مكتشربش تقدر تهز ليها أكثر من كاس. المهم كتخلط المكونات كاملين وكدير داك كاس ديال الحليب كتجمعها بيه وكتخليها ترتاح شوية. كتكون العجينة ديالها طبعا مكنعجنوهاش، كنجمعوها غير ويدينا، كنخليوها ترتاح، كنقسموها على جوج كويرات، كنجيبو شوية ديال السميدة كنرشوها بيها، وكنجيبو الكاس ولا شي مرشم دائري من الأحسن كيكون ديك الصغيورين كيكون فيهم منظر زوين. كنقطعوهم وكنخليهم حتى كيرتاحو شوية. كنجيبو المقلة اللي مكتلصقش كنديرو فيها غير شوية، كنديرو بشوية ديال الزيت غير شوية صافي، وكنطيبوهم على جوج جوايع وكنقدموهم بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة، كيجيو شاش وزوينين.